شخص حابب ان انا انزل جيم وابدا وكده، ازاي اعرف ان جيناتي قويه وتؤهلني ان انا اشارك في بطولات كمال الاجسام؟ والله بالنسبه للجينات القويه والكلام ده، يعني مثلا اول حاجه ممكن نشوف مثلا اصحاب البشره السمراء، ناس ما بتلعبش حديد، عمرها ما شالت اي حاجه، ما شاء الله جسمه حلو جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، اه فده بالظبط. من غير ما يلعب اي رياضه هو جسمه حلو ما شاء الله، متقسم وعضلاته واضحه، عنده بروز عضلي، فالناس دي واضحه انها جيناتها قويه. وتاني حاجه، في ناس ما تبانش ان جيناتها قويه الا اذا بدا يلعب، يعني ممكن يكون جيناته مش قويه، لا ابدا يلعب وشوف نفسك هيكتشف ان هو جيناته قويه. فموضوع الجينات دوت ممكن يكون حاجه متميزه بهيكل الشخص، شكله قبل ما يبدا او اول ما يبدا، يلاقي نتائج سريعه غير متوقعه. فهو ده السر، ان يكون او هي دي المعلومه اللي انك تقدر تعرف ان جيناتك قويه ولا لا، اكيد يا طبعا. تبدا يا انت بيبان عليك قبل ما تبدا. ايه رايك في الرياضه عموما وبالاخص كمال الاجسام؟ والله انا بنصح اي حد يعمل اي نوع رياضه عموما، بس انا بالنسبه لي لعبه كمال الاجسام بتعلم الالتزام، بتعلم الصبر، بتعلم الاستمراريه، وبتخليك او بتطلع من عندك اقوى شخصيه ممكن تشوفها في حياتك، اللي هي شخصيه الشخص الملتزم بعدد ساعات معينه في النوم، بعدد جرامات معينه في الاكل، بكميات المؤاخذه من المكملات اللي بياخدها والحاجات دي بجرعات معينه، كل حاجه بتكون دقيقه وتحت الميزان، فما فيش حاجه بتبقى بالحظ في لعبه كمال الاجسام. اكيد طبعا. فانا شايف ان هي اللعبه ديت قوتها انها بتعلم الانسان انه يكون عنده قوه التزام مش طبيعيه بالنسبه للالعاب التانيه، وعنده اصرار بيبقى صعب لانك بتكرر كل يوم نفس الموضوع، ففكره انك بتكرر نفس الحاجه كل يوم دي ممله، ففكره انك تحارب الملل دوت وتحوله لشغف وانك تستمر فيه هي لازم دي تكسر الروتين وكده. بالظبط. هدفك تكون مدرب اونلاين معروف ولا لنفسك وستايل؟ والله انا كده كده مدرب اونلاين الحمد لله، ممكن يكونش معروف قوي، ولكن مش هيفرق معايا يكون عندي مليون مش مليون متابع، انا هيفرق معايا لو انا عندي 1000 متابع وفي من ال1000 دول 100 مصدقيني، دول كفايه، بس انا يكون عندي عدد كبير مش فارق معايا عدد كميه الناس المتابعين صراحه، ولكن فارق معايا كفاءه الناس دي، يعني ممكن يكون عندي مليون متابع وعندي 10 مشتركين بس، ممكن يكون عندي 1000 متابع وعندي 999 مشترك. في ناس كتير قوي جدا مشهوره ولكن هي في الحقيقه الانجازات اللي حققتها مش كتيره، في ممكن تلاقي حد مش مشهور وحقق انجازات اكتر من الشخص. والله يختلف نوعيه الشهره، اذا انا عايز اشتهر فقط كصوره وكشكل على السوشيال ميديا فما دي ما فيش اسهل منها. يعني انا اسف، في ناس مشهوره على التيك توك ما بتعملش حاجه، في ناس مشهوره على السوشيال ميديا كمدربين، هو مش مدرب شاطر، هو فقط ممكن لاعب قوي اشتهر بسبب توظيفه، بسبب ان هو ماركتنج بتاعه قوي في التوظيف في اختار شركه قويه للدعايه، لكن كماده علميه كتدريب لما اشوف جدولهم انا اسف مش جدول صحيح، مش جدول حقيقي، مش اي حد يكتب جدول، مش اي حاجه فيها رز وفراخ. فانا اسف معظم الجداول اللي بتيجي من الناس دي، طبعا الناس دي في منها مشهورين وفي منهم شطار وفي منهم مش شطار، الموضوع انك شاطر ومش شاطر هو فقط فرق الدراسه، ذاكر هتعرف تعمل جدول غذائي صحيح، ما تذاكرش مش هتعرف توصل لاي اي جدول غذائي سليم، والموضوع كله من انت بتقلد جداول ناس تاني. بالظبط. فده اللي انا شايفه مش مميز عندنا بس في مصر. بتاكل ايه؟ والله انا باكل كل حاجه عشان ما اكونش كداب، بس انا الحاجات اللي انا باكلها في معظم الاسبوع بتكون عباره عن واحد، انواع البروتين بتاعتي بتكون بيض، اسماك، كل اعضاء الحيوانات ان كان من كبد، اوانس، قلوب، الحاجات دي كلها، لان الفايده او المغذيات الصغر اللي فيها الفيتامينات والمعادن عاليه جدا، يعني مثلا لو حد خيرني مصادر البروتين بين بروتين مثلا ابيض صدور دجاج سمك فيليه او مثلا مصادر بروتين اعضاء حيوانات، لا اختار اعضاء الحيوانات احسن بكتير، بسبب الفايده بتاعتها بتكون اعلى من البروتين الصافي، مثلا اعلى من الفراخ، من صدور الفراخ احسن ولا القلوب اللي هي الكلاوي والقلوب؟ لا القلوب احسن، دي الفيتامينات والمعادن فيها اعلى من الصدور اللي هي البروتين الصافي. اكيد طبعا. مصادر النشويات بتاعتي بطاطس، خبز، رز، مكرونه، اكل طبيعي، الدهون، كل انواع المكسرات والزيوت، ولكن انا ببعد عن ايه في الاكل؟ رقم واحد ما باكلش من الشارع، لان انا ضامن اكل الشارع ده مش هيكون 100% معمول بشكل يعني صحي. رقم اتنين ببعد عن السكريات، ثلاثة ببعد عن الدهون المهدرجة، الحاجات اللي فيها قلي والحاجات دي، مش معناها ان انا احارب نفسي، لكن مثلا ممكن اكل بطاطس مقلية مرة مرتين في الأسبوع، مش كل يوم، ممكن اكل قطعة تورتة مرة مرتين في الأسبوع.